يا جماعة النهاردة عيد ميلاد صاحبي وأخويا سيف اللي أنا غلطت فيه النهاردة وحابب إن أنا أعتذر له وأحتفل بعيد ميلاده معاكم. سيف أو ماي جاد، ده بينده على سيف. سيف فين سيف يا جماعة؟ أهو أهو بشاور لك يا عم، أهو سيف أهو. اسكت. إيه يا حي جمهورك؟ لهوي هيحبسنا ابن الهبلة. ايه ده؟ انت بتعمل ايه انت وهو فوق؟ انزل لي يا فرش منك ليه تحت. ايه ده؟ لا مش نازلين، اطلعوا انتوا. انزلوا بدل ما اتصرف معاكوا تصرف ما عجبكوش. لا هيعجبنا ومش نازلين. انا مش فاهم ايه البجاحة اللي انتوا فيها دي؟ انتوا جايين تسرقوني قدام الناس دي كلها؟ وبعدين ثانية واحدة، ايه جوز النضرجيه اللي انتم واقفينهم تحت دول؟ وفين جوز الستات الكبار اللي كانوا موجودين معاكم؟ في سوء تفاهم حضرتك، انا التليفون بتاعي فصل شحن ومش معايا غير شحن عربيه فطلعت اشحن كده. وانت واقف معاه بتعمل ايه بقى؟ مسك له السلك؟ لا انا طالع عشان اسليه عشان ما ينامش وهو بيشحن. لا ده انا اوديكم في 60,000 داهية. ايه ده بس يا انكل، الناس دول معايا اكيد في سوء تفاهم. لا بقولك ايه، مالكش دعوة انت خالص بالموضوع ده، اخلع نفسك. اخلع نفسي ده ايه؟ بقولك الناس دول معايا. لا الكلام ده مش علي انا، ده على العيال السيس بتوعك. الكلام ده على اي حد على فكرة بقى كده. طب بقولك ايه بقى يا ماجد، بس هي وصلت لماجد؟ لا لو الموضوع كده بقى يعني حضرتك شايفه غلط اعمله، مفيش اي مشاكل. مع السلامه. اتفضل. مع الف سلامه. مع السلامه. راح فين؟ راح فين يالا؟ بقول لكم ايه؟ امسكوهم قبل ما اطلب لهم البوليس. اوعى يا بت، اللي هيقرب مني هعشق الازازه دي في دماغه، وانا اللي هيقرب مني هديب البوكس اخليه يسمونا لوكس. لوكس ايه يا نيللي؟ انت بتتخانقي في حوش المدرسه؟ اللي هيقرب مني هديه بالشلوت واديه اسيوط. نيلي اسكتي يا نيلي، هينفخونا يا نيلي. انا خايفه قوي يا شريهان. انتوا لسه بتتفرجوا عليهم؟ بقول لكم اقبضوا عليهم. انا شريهان بنت عبد حليم الباكابورت. وي وا وي وا وي وا وي وا وي وا وي وا وي. كل واحد مكانه، محدش يتحرك. ولا يا فكالو شايفني يا ابني على البطاقه دي كلها، وحرس لي الخمره دي كلها، وحرس لي المؤسس دي كلها. في يا محفوظ باشا اسرعنا ليه؟ سبحان الله يا باشا، المعجزه اللي احنا فيها دي، هو ازاي حضراتكم وصلتم قبل ما انا اتصل بيكم؟ محفوظ بيه؟ الضابط الشاطر ما يجيش بعد ما البلاغ يحصل، لا قبل ما الجريمه تحصل. اسمح لي يا عزيزي اني اسجل اعجابي بنشاط البوليس المصري ويقظه البوليس المصري ورجاله. انا ممنون ليك يا باشا. ايه اللي حصل؟ لا ابدا، الواد اللي فوق ده كان عايز يسرق العربيه بتاعتي، وبعد كده كمان هو خبط ال... فين العربيه ديت؟ اهي فوق قدام حضرتك اهي يا فندم. لا والعربيه ايه هي؟ وكاله من غير بواب؟ العربيه دي مش مرخصه؟ مرخصه ايه يا باشا، دي ديكور. الركنة هنا مش ممنوعة؟ يا باشا بقول لحضرتك ديكور، ركنة ايه؟ المكان ده مرخص؟ طبعا مرخص. التورتة دي شوكولاتة؟ لا بالفانيليا. نرجع لموضوعنا يا باشا، نرجع لموضوعنا. فش يا ابني العيال دي كلها بسرعة بسرعة. ما تقلقش يا سعادة باشا، احنا هنمسك العيال دي ونزج بيها في السجن. تزج بيها في السجن، بس لا مؤاخذة يعني ايه اللي فوق دماغ حضرتك ده؟ يوه. اصلا لا مؤاخذة خدت دش سخن، وزي ما انت شايف الريح شادة فخفت استهوى. ما تقلقش يا باشا، احنا هنمسك العيال ديت ونزج بيها في السجن ارضاعا للعدالة. ميرسي يا فندم، ميرسي جدا جدا لحضرتك، فعلا ميرسي. قدامي يا مجرم، قدامي. انت اللي زيك لازم يزج بيهم في السجن. طب اوعى ما تزجش، جرايه ضاحي فيها ضاحي. بيتك ضاع
ضحيه وخيبه ايه؟ ايه اللي ضحيه وخيبه ايه؟ شو ما تقولش اسم هنا الله، ما تقولش اسمك تعملي فيها ظابط. شو ظابط يلبس كده؟ يلبس كوتش بينور الله، ظابط وداخل ديسكو الله. والعسكري ده ماله؟ ايه اللي ماله؟ ما تكتب عليه مبروك للعروسين. شو بقى اسبكوها بقى، ما شافوهمش هم بقى، ما شافوهم هم ها؟ اسبكوها. حاضر نسبكها، يعني نعمل ايه؟ ايوه شويه صعبانات يا سعاده البيع، حرام عليك، انا عندي كم عيال وانا عندي بغبغان غلباوي بنص لسان زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان، بيذاكر الليل بطوله وبيحفظ اللي بقوله. مظبوط، مشينا بقى عشان ناكل البغبغان. وما افتكرتش البغبغان غير دلوقتي، انت بالذات ما تتكلمش، انا جايبك على سرعه جنونيه وسكران كمان. ايوه ما هو هاي واي، ايه المشكله يعني؟ ايه ده؟ ايه المشكله؟ شيوعه، ايه ريحه بقك دي؟ طالما مش قد الشرب ما تشربوش. انت وانت على الهاي واي وبالسرعه الجنونيه دي، مش ممكن كنت تقتل حد؟ ممكن. مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب. خش على البوكس. ضحي ضحي اطلع بقى، ضحي ايه وخيمة ايه يا سيف؟ الله اطلع، خلي بالك من سيف يا سيف سيف. والله العظيم يا حضرة الظابط انا مظلوم، هي دي اللي قتلت مي عز الدين. مي عز الدين ايه؟ دي هند صبري يهبل. هند صبري؟ وانت ايه خالد الصاوي؟ انا ضاحي. يالا ضاحي؟ انت طلعت حكومه يا ضاحي؟ يا ابني حكومه ايه؟ ضاحي جاي معانا عشان خلصنا من محفوظ. بس برافو عليك يا ضاحي، انت جيت في وقتك، ده كان هيطلب لنا البوليس بجد. يا جماعه انا خايفه قوي، انا بطحت الفنانه هند صبري في دماغها. لا ما تخافيش يا شيرين، هي ما ماتتش، انا شفتها بس يا حرام بتترعش كده شويه. يبقى اكيد دي رعشه الموت، الف بعد الشر عليها، انا بحبها قوي. مين هيكمل الجزيره الجزء الثالث؟ قتله، كلنا بقينا قتله. يا جماعه ما تكبروش الموضوع، دي خدت ازازه على دماغها، ما خدتش رصاصه يعني. سيبكم من الموضوع ده دلوقتي. ها لقيتوا حاجه في العربيه؟ بجد لقيتوا ايه؟ لقينا عدد جديد. عدد جديد؟ طب ممكن ابص عليه بصه؟ لا يا جماعه ليه لا؟ ده احنا كلنا في مركب واحد، ده انا لسه مخلصكم من عند الراجل وانا حطير. خلاص فكني الاول، ما هو المفتاح في جيبي اصله والمكان ضيق مش عارف اجيبه. ابص عليه بصه واحده بس. خلاص بقى خليه يبص. طب اديها له، انجز بصه واحده. بصه واحده يلا فكنا بقى. يلا يا ضحي فكنا بقى يا ضحي. ضحي يلا فكنا، يلا يا ضحي فكنا. الله هتضربها طلقه تتفك، انا بحب الحاجات دي. يلا اضرب، بص على رجلك يا انت. لا استنى استنى، تعرف برصاصه واحده تفكنا احنا الاثنين؟ ليه وانتوا فاكرين نفسكم التوأمان؟ هنجل اقف على جنب. وقف ليه؟ انت مزنوق؟ لا بس هزنوق. انزل يا تووه، انزل بقولك. مش هنزل. يا سلام، قال يعني كده هتسد الرصاصة؟ انزل انا بقول لك. طبعا انتوا فاكرين ان انا هخلص عليكم، بس انا مش هخلص عليكم، مع اني اقدر اخلص عليكم، بس هسيبكم هنا عشان تتعلموا حاجة. يا واطي يا سحلاب. عادي اتقالت لي قبل كده. نو واي، يا حيوان يا قذر يا حلوف. يا سلام حلوف. يا خنزير. وساعات بيقولوا لي يا كركدان. يا حلوه دي، ما اتقالتليش قبل كده. معلش معلش، بس انا قبل ما اسيبكم هنا لازم اقول لكم على حاجه. مش عايزين نعرفها، سيبنا وامشي. لا لازم اقول. مش عايزين نعرف. لا هقولها. طب قول. الخير. حبيبي يا هاني معلش. الخير ممكن ينتصر في الأفلام، بس في المسلسلات الشر هو اللي بينتصر. يا رب تموت يا شيخ دمك سم. خبط ضفدعي. لا عبوس ايدك عبوس. لا اخبطك اخبطك مين؟ طب اخبطك بالمسدس. لا بايدك احسن، المسدس اجمل. ماشي خلصني. هاني اوعى تضربه بالنار، علميا الطلقه ممكن تخترق وتنفي. انا سيف يبقى اعمل كده. طيب خد منه المفاتيح.
اثبت اثبت. خليهم ينزلوا السلاح. نزلوا السلاح يا حنجل. وينزلوا البنطلونات. ونزلوا البنطلونات. وينزلوا نزلوا طعم شاي. استصرف. بتوجع صح؟ شفت بقى انت عملتها معايا كم مره؟ انا اسف دبي. انا خليهم يجوا هنا. تعالوا هنا بسرعه بسرعه. اسمعوا كلامي بسرعه. حلو هنا. لف لف. هتعمل ايه يا دبدوب؟ ايه من النهارده انا ما اسميش هاني الدبدوب. امال اسمك ايه؟ اسمي هاني الدندوب. الدندوب ايه؟ انا عبد المامور. ده ابو الدهب. ايه ده؟ ده الراجل الكبير. لا لا يا دندوب. لا اسكت بقى. لازم تعرف ان الخير بينتصر في الافلام وفي المسلسلات وفي السيت كوم كمان. خد السلاح ده ثبته. انا ايوه امسك ما تخافش. هات المجله. ارفع عينك يلا. اثبت مكانك. ما تتحركش. اوعى تتحرك. اوعى تتحرك من مكانك. انتوا هتسيبونا لوحدنا؟ وضحكنا عليك وضحكنا عليك وكيكي في ايديك وضحكنا عليك. اوعى تتحرك. طب سيبولنا فلوس التاكس. معلش فلوس. باي باي يا ضحي. باي باي. انتوا هتظهروا تتفرجوا عليا؟ هرب منكم ازاي؟ هرب منكم ازاي؟ يا عسوستي ياني كأني فايت عليا قطر من كل الله. كانت سفرية مايلة على وشكو كسحتوني. وهو في حد قالك يا خالتي انك تيجي معانا؟ ما احنا قلنا لك ما تجيش وانت برضو اللي صممتي تيجي. ويا ريتك جيتي لوحدك. جيتي ومعاكي مصيبة. وانا اعرف منين يا فالحة ان هو ناوي اذيه؟ انا بس عايزه افهم ازاي انتوا الاثنين جيتوا من الغردقه. بصي يا حبيبتي، احنا بعد ما زوغنا من المحل واحنا لابسين العبايات وقفنا عربيه، افتكرونا خلايك. قلنا لهم هلا والله نبغى نروح القاهره. راحوا جايبيننا على القاهره. انا بقى مديت ايدي في صدري واديتهم 50 جنيه بحالها. ما عجبهمش بمباكو معاي. ما سكتش، رحت مسيبة عليهم رجالة القهوة. وخدي عندك بقى فيني وجاعي. صباح، I'm a big fan. ايه دي بقى؟ حاجة وحشة ولا حاجة حلوة؟ لا دي حاجة حلوة، يعني ان انا معجبة بيكي جدا و I'm in love with طريقة كلامك. طب وماله يا حبيبتي؟ ما انا ليا معجبين كتير. هو انت اول واحدة؟ لا يا اختي انا مش قادره. انا جتتي بتوجعني ولازم انام. بقالي ليلتين ما نمتش والخمره بقيتها في معدتي وعامله لي انتفاخ هتموتني. قومي يا ابله مين. تعالي يا حبيبتي لما ردعك وانيمك. ولا ما قصرتي. طيب يا اختي قومي اسندي عليا. هو انا يا اختي اللي سانده عليكي ولا انت اللي سانده عليا؟ انت اللي سانده عليا عشان عصعصتك. يا اختي صحيح افتكرت.